السادة أولياء الأمور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في ثالث أيام مسابقة مادة اللغة العربية لهذا الأسبوع. معنا اليوم طلاب وطالبات الصف الثامن للتنافس فيما بينهم، ولكن ليس للتنافس من أجل إعلان فائز وخاسر، ولكن لإسراء معلوماتهم وإكسابهم العديد من الخبرات والمعارف الجديدة. أهلا ومرحبا بكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء. دعونا الآن نرحب معا بالأستاذ وائل إسماعيل معلم اللغة العربية لكي يدير المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولعل السر في تنمية روح التنافس والاستباق في الخيرات يكمن في أن يطور الإنسان من نفسه ولا يقف عند حد معين لا يتعداه إلى ما بعده، وهذا ما أقره الشرع الحنيف بقوله: فاستبقوا الخيرات. أما إن أثار التنافس الحقد والضغينة فقد خرج عن مراده وصار تنافسا مذموما، وقد نهى عنه نبينا الكريم بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وإيمانا منا بدور المدرسة العالمية الفعال في دعم الأنشطة الطلابية ومساندة الطلاب المتفوقين تحت رعاية إدارة واعية ومستنيرة بدعم من مجلس الإدارة متمثلة في السيد جمعة الهاملي، وبدعم من السيد الفاضل الأستاذ أحمد مناصرة والدكتور حمادة الفقعاوي، تعقد اليوم إن شاء الله مسابقة بين طلاب الصف الثامن وطالبات الصف الثامن في مادة اللغة العربية. في البداية نحب أن نرحب بالسادة أولياء الأمور، فأهلا وسهلا بكم معنا في هذه المسابقة، وكذلك نرحب بطالبات الصف الثامن وطلاب الصف الثامن. وفي البداية دعونا نتعرف على أسماء المشاركين في هذه المسابقة. نبدأ بطالبات الصف الثامن. سورة ملك ريماس. بارك الله فيكن جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه المسابقة. طلاب الصف الثامن: أحمد، عمر، خلدون. بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم في هذه المسابقة. هذه المسابقة هي عبارة عن 20 سؤال، لكل صف منكم 10 أسئلة، والسؤال ب10 درجات. في حين أخفق فريق منكم عن الإجابة سيعرض السؤال على الفريق الثاني. فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه المسابقة. نبدأ بطالبات الصف الثامن، والسؤال: قال الشاعر: وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. معنى كلمة أبدت في البيت السابق: مرضت، كذبت، أخفت، أظهرت. مع كنا نصف دقيقة للإجابة. أظهرت. ما شاء الله، يعني إجابة سريعة وإجابة صحيحة، 10 درجات. السؤال الآن للصف الثامن بنين: ما مرادف كلمة البر؟ هل معناها الطاعة والإحسان، الصحراء، البحر، الشر؟ معكم نصف دقيقة. الطاعة والإحسان. ارفع صوتك. الطاعة والإحسان. بارك الله فيك، 10 درجات.
السؤال الآن، السؤال الثالث للصف الثامن بنات: الكلمة التي تعني السماحة لشخص ما هي؟ أذن، آذان، أذن. أذن. أحسنت بارك الله فيك، 10 درجات. سؤال موجه لطلاب الصف الثامن بنين: في جملة جاء الرجل، الكلمة التي تكمل الجملة السابقة بما يعرب حالا هي راكب، راكبا، راكب، الراكب. ارفع صوتك. راكبا. راكبا، بارك الله فيك، إجابة صحيحة، 10 درجات. السؤال الآن للصف الثامن بنات: حضر الطالب إلى الجامعة، ما يكمل الجملة السابقة بظرف زمان هو كلمة مبكرين، صباحا، سعداء، في الصباح. صباحا. بارك الله فيك، أحسنت، إجابتك صحيحة، 10 درجات. السؤال للبنين: لكي يسود النظام يجب أن يطبق القانون على الكبير والصغير بالكسر أم بالنصب أم بالرفع؟ يعني نقول الصغير أم الصغير أم الصغيرة؟ بالكسر. بارك الله فيك، إجابتك صحيحة. السؤال الآن الطالبات: البنات، الكلمة التي تكمل العبارة يجدن، يجيد، يجيدون تعلم اللغات الأجنبية. يجدن. أحسنت، إجابتك صحيحة. الشباب: لعل الطالب يدرك النجاح، الفعل الناسخ في الجملة السابقة يفيد التأكيد، التحول، الرجاء، التشبيه. الرجاء. أحسنت، بارك الله فيك، يفيد الرجاء فعلا، 10 درجات. سؤال للعبقريات: باع التاجر، هنا عدد، 9 سيارات. تسع سيارات. لا أسمع العلامة على آخر الكلمة. تسعة سيارات. إجابتك صحيحة، حسنا. السؤال العاشر عند الشباب: هذان الرجلان، لم، الفعل المضارع الصحيح بعد لم هنا، يخونوا، يخونا، يخوناني الأمانة. أي فعل صحيح في الجملة السابقة؟ أي فعل مضارع صحيح؟ يخونا. يخونا، بارك الله فيك،
10 درجات الإجابات إلى الآن يعني متعادلة، هناك تكافؤ بين الفريقين ما شاء الله. السؤال الآن إلى الطالبات: استمع الابن إلى النصيحة من أباه، أبيه، الأب، أي كلمة صحيحة؟ أبيه. بارك الله فيك يا سرى. أبيه لماذا يا سرى؟ لأن قبله حرف جر. حرف جر؟ سيصبح مجروع من جره الإيه الياء، إنه من أسماء الإيه الخمسة. بارك الله فيك. والسؤال الآن لفرقة الفرسان بارك الله فيكم، وهو عن الرسم الصحيح للكلمة التالية: وافق المسؤول على منح موظفيه إجازة قصيرة. هنا كلمة المسؤول، أريد رسم الإملاء للهمزة المتوسطة في الكلمة، الكتابة الصحيحة للكلمة. بارك الله فيكم. إذن إجابة صحيحة، كلمة المسؤول الهمزة فيها على واو. ما سبب كتابتها على الواو؟ الهمزة المتوسطة هنا في الكلمة، ما سبب كتابتها على الواو؟ لأن الهمزة مضمومة وقبلها مسؤول. بارك الله فيك. إذن إجابة صحيحة، 10 درجات. يعني أرى أن هناك تنافس قوي بين تنافسا قويا بين الفرقتين، الفرقة البنات. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. يقصد من الآية السابقة أن الظالم يعض على يديه عند النصر، الفرح، السعادة، الندم. الندم. الندم إجابة صحيحة، بارك الله فيك. السؤال فرقة الفرسان: لاعتقادهم بأن العربية الفصحى كانت اللغة الوحيدة، كلمة العربية في الجملة السابقة مضمومة أم منصوبة أم ساكنة؟ منصوب. إجابة صحيحة، بارك الله فيكم. لكن أود أن أسألكم: ما سبب نصب كلمة العربية؟ سبقت بحرف ناسخ. سبقت بحرف ناسخ، ما هو الحرف الناسخ هنا في هذا المثال؟ أن. بارك الله فيك، إجابة صحيحة. السؤال الآن العبقريات: ما معنى كلمة يمد في قولنا يمد له يد العون؟ هل يشده، يساعده، يلوح له بيده؟ ما الإجابة الصحيحة؟ يساعده. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ملك، إجابة صحيحة طبعا. السؤال الآن لفرسان: معنى كلمة يعوده في قولنا ويعوده إذا مرض، هو ينصحه، يصدقه إن كذب، يمنحه مالا، يزوره. يزوره. بارك الله فيك، إجابتك صحيحة. السؤال الآن للعبقريات: ما العلاقة بين الكلمتين القاصي والداني؟ هل هي علاقة ترادف، تضاد، جناس؟
تضاد. إجابة صحيحة، بارك الله فيك. والسؤال الآن للفرسان، بارك الله فيكم، ما إعراب كلمة الضاد في قولنا اللغة العربية لغة الضاد؟ خبر مرفوع مضاف إليه، نعت مرفوع مضاف إليه. بارك الله فيك، إجابة صحيحة. تساوت الدرجات بينكما، ونلجأ إلى السؤال الحاسم، الإجابة الأسرع، الفريق الذي يجيب عن السؤال بشكل أسرع هو الفائز. والسؤال الفيصل بينكما، ما نوع المحسن البديعي في العبارة التالية؟ الناس فريقان، محب للقراءة وكاره لها، طباق إيجابي طباق سلبي، ترادف. طباق إيجابي أم سلبي؟ طباق إيجابي. بارك الله فيك. إذن نعلن الآن فوز البنات على البنين. بنات حصلنا على طلاب الصف الثامن العبقريات، حصلنا على 20 درجة، وكذلك طلاب الصف الثامن بنين حصلوا على 20 درجة، والسؤال الفيصل كان من نصيب الطالبات. شكرا لكم على حسن الاستماع، على أمل اللقاء بكم من جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.